بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله ودعونا بكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. فصل: تمام السعادة مبني على ثلاثة أشياء: قوة الغضب وقوة الشهوة وقوة العلم، فيحتاج أن يكون أمرها متوسطا لئلا تزيد قوة الشهوة فتخرجه إلى الرخص فيهلك، أو تزيد قوة الغضب فتخرجه إلى الحمق فيهلك. فإذا توسط القوتان بإشارة قوة العلم دل على طريق الهداية، وكذلك الغضب إذا زاد سهل عليه الضرب والقتل، وإذا نقص ذهبت الغيرة والحمية في الدين والدنيا، وإذا توسط كان الصبر والشجاعة والحكمة، وكذا الشهوة إذا زادت كان الفسق والفجور، وأن نقصت كان العجز والفتور، وأن توسطت كان العفة والقناعة، وأمثال ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. في هذه الكيمياء التي تقوم الإنسان وباستقامته تتم صلته بالرحمن، وبتمام صلته بالرحمن يتم الإنعام والامتنان بما يعجز عنه الحسبان وبما لا يخطر على بال إنس ولا جان، ذلك فضل الله الرحمن يؤتيه من يشاء. هذا الإنسان إذا استقام فخير الله عليه في انهطال وانسجام، وجود الله عليه خاص وعام، يرفعه الرحمن مقاما بعد مقام بما لا يحتويه الوهم ولا الكلام، حتى ينتهي به إلى دار السلام ومرافقة خير الأنام ورؤية الملك العلام. هذا الإنسان إذا استقام وصلح ثقل له الوزن ورجح وأفلح وأنجح وواجهته من الله المنح وفتح عليه أكبر من فتح، حتى يحل في دار الكرامة بعطاء من الله الأسمح يحوز به ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من جود ثجاج من حضرة الرحمن سح. هذا الإنسان وإذا خرب تعب ونصب ووقع في الغرور والعجب وانتقل إلى سوء المنقلب وغضب عليه الرب وأن يطيق الغضب وحل في نار موجدة تطلع على الأفئدة، لا ينادى من فيها وهم في الخزي والهون إلا بإخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا الإنسان إذا فسد اشتد عليه الأمر والكرب وناله الخراب في كل حاله لما خرب القلب، وصار شيطانا من الشياطين أضل من الأنعام حتى ينتقل إلى العذاب المهين. فكيف يصلح هذا الإنسان، هذه الكيمياء لصلاح الإنسان ونيل السعادة؟ قد ذكر لنا أوجها في التصوير لحقيقة تركيبنا وتكويننا، لأن ذلك خير معين لنا على أن نستفيد وأن نستزيد وأن نستقيم وأن نحب حتى نهيم، فندرك الحظ العظيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول سبحانه وتعالى: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ارزقنا كمال الإيمان بك وبرسلك يا رب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. ما قلنا نحن آمنا؟ وكيف يا أيها الذين آمنوا، نحن مكذبين بالرسول ولا إيش؟ نحن آمنا أصلا بالرسول،
قال وآمنوا برسوله. إذا التنبيه هذا آمنتم ببرسول، طيب اتقوني وآمنوا بالرسول ثاني مرة، يعني ثاني مرة آمنوا برسولي الله، كما قال لنا في آية يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، عظموا هذا الرسول، انطووا في هذا الرسول، اتبعوا هذا الرسول، سلموا الزمام لهذا، آمنوا برسوله. أيوه، يؤتكم كفلين من رحمتي ويجعل لكم نورا تمشون به. لا أحد يقول لك ثقافات ولا خطط ولا أفكار ولا بدي، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. إيش هذا العطاء؟ لئلا يعلم أهل الكتاب، يعني يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل. ومن إيماننا بهذا الرسول تأملنا لهذه الصفات، والسعادة وتمامها مبني على ثلاثة أشياء: قوة غضب، قوة شهوة، قوة علم. فتحتاج إلى ميزان واتزان وإحسان. فإذا كمل لك الاتزان وحسن الميزان والإحسان في هذه الثلاث تمت لك السعادة في الغيب وفي الشهادة، وجعلك الله تبارك وتعالى في خير عباده. اللهم أتم لنا السعادة، الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة. تمام السعادة مبني على ثلاثة أشياء: قوة الغضب، قوة الشهوة، قوة العلم، وهي معطاة لكل منا، موجودة عندك هذه القوة، وهذه القوة المبدوعة فيك ما يقدر يدخلها فيك لا إنسي ولا جني ولا جهاز ولا حكومة ولا الله، ركبها فيك قوة غضب، قوة شهوة، قوة علم. فيحتاج أن يكون أمرها متوسطا، لأن الخير والحق والهدى قام على الوسط والاعتدال، وكل انحراف إلى اليمين أو إلى اليسار فهو من دواعي أو من ما يدعو إليه الوسواس الخناس وشرار الجنة والناس. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وسط يحتاج إلى أن يكون أمرها متوسطا، لئلا تزيد قوة الشهوة فتخرج إلى الرخص فيهلك، أو تنتهي فيذهب عليه الرغب والطلب فينقطع. أيوة. ولا تزيد قوة الغضب فتحرجه إلى الحمق، يكون أحمق، يريد ينتقم ويريد يضرب ويريد يشفي غيظه في خلق الله. ولا تذهب فتفوته الغيرة والإنصاف، لا بد يتوسط قوة الغضب قوة الشهوة. فإيش معك؟ معك ميزان لها وهو علم، وتقومها تمام اعتدال تحت إشارة الشرع والعقل. أيوة. تعتدل فتصير إنسان، إنسان نعم الإنسان، إنسان تعظمك ملائكة الرحمن. بهذا التوسط والاتزان، فإذا توسطت القوتان بإشارة قوة العلم دل على طريق الهداية، كذلك الغضب إذا زاد سهل عليه الضرب والقتل والسفك والانتهاك للحرمات والتعدي على الحقوق، وحاول طلب الله يصير سبع من السباع. أيوة. وإذا نقص ذهبت الغيرة والحمية، خلاص ما عاد يغضب ويرجع مشكلة. لذا لما أشار إلى الاعتدال سيدنا الشافعي قال من
استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. لا ذا ولا ذا، لابد وسط، لا تقع حمار ولا شيطان. كن إنسان، كن إنسان. أيوة. يقول: وفي هذا جاءتنا الأخبار في من جاء إلي أخوه يعتذر عن شيء عمله في حقه، وحذر النبي من أن يتمادى الإنسان بنفسه وهواه إلى الميل إلى جانب الغضب فيرجعه على الاعتدال. يقول: من جاءه أخوه متنصلا معتذرا فلم يقبل عذره لم يرد علي الحوض يوم القيامة. لذا قالوا: اقبل معاذير من يأتيك معتذرا إن بر عندك فيما قال أو فجر، ويمدح شان الذي يملك نفسه عند الغضب، ويسميه النبي بشديد، ليس شديد بالسرعة ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. يقول: من اعتذر إليه أخوه عن شيء عمله نحوه معنى الحديث فقابل عذره غفر الله له ألفي ذنب، ألفي ذنب. في ذلك قال شاعرهم، يروي رواية الشافعي في هذا الحديث ويقول: إذا اعتذر الصديق إليك يوما تجاوز عن مساويه الكثيرة، فإن الشافعي روى حديثا بإسناد صحيح عن مغيرة بعذر واحد، بأن الله بالعرش يعفو بعذر واحد ألفي كبيرة. يتجاوز الله تعالى بالقبول العذر الواحد ألفي كبيرة، ذا نعمة عليك من الله، من اعتذر لك قبل عذره حتى. وهكذا تحصل أنت الخير. قال: إذا نقص الغضب ذهبت الغيرة والحمية في الدين والدنيا، والإنسان الديوث الذي لا يغار على أهله لا يدخل الجنة، لا يرح رايح الجنة. طيب، لابد من توسط. إذا توسط الغضب إيش أصدر؟ كان الصبر والشجاعة والحمية والحكمة، تمام زين. فلابد من التوسط. الشهوة إذا زادت كان الفسق والفجور، إن نقصت كان العجز والفتور، وإن توسطت كان العفة والقناعة. خلاص. فلابد لنا من الاعتدال ومن التوسط، ونستعمل هذه الكيمياء حتى نصير أناسا حقيقة ناس. وفي ندب ذهاب حقيقة الإنسانية من كثير من الناس، صار شاعرهم يقول: الناس كانوا في صفاتهم ناس، واليوم صاروا يعبد نس ناس. يقول: تمام السعادة مبني على هذه القوة الثلاثة: قوة الغضب، قوة الشهوة، والحاكم فيها المعدل لها المقوم العلم، قوة العلم. فبالعلم النافع يقاد الغضب، لا فقد ولا غلو، وتقاد الشهوة، لا فقد وذهاب للرغبة من أصلها، وفتور وعجز وكسل، ولا فجور وفسوق وانحلال، وسط. فبواسطة العلوم النافعة تقوم قوة الغضب وقوة الشهوة، فيسعد الإنسان. اللهم ارزقنا السعادة. قرأ. قال: فصل في أحوال القلب مع عسكره. اعلم أن للقلب مع عسكره أحوالا وصفات، بعضها يسمى أخلاق السوء، وبعضها أخلاق الحسن. فبالأخلاق الحسنة يبلغ درجة السعادة، وبالأخلاق السيئة هلاكه وخروجه للشقاء. وهذه كلها تبلغ أربع أجناس: أخلاق الشياطين، أخلاق البهائم، أخلاق السباع، أخلاق الملائكة. فأعمال السوء من الأكل والشرب والنوم والنكاح هي أخلاق البهائم، وكذلك أعمال الغضب من الضرب والقتل والخصومة هي أخلاق السباع.
وكذلك أعمال النفس وهي المكر والحيلة والغش وغير ذلك هي أخلاق الشياطين. وكذلك أعمال العقل التي هي الرحمة والعلم والخير هي أخلاق الملائكة. نعم، فأنت تلحق بأي صنف من أصناف هذه الخلائق، والعجيب كلها مجموعة فيك، أصناف الكائنات مجموعة فيك أيها الإنسان، ولكن أنت إما تطلع فوق ولا تنزل تحت، وتلحق بأي نوع من هذه الأنواع. قال وسطك داخل أخلاق حسنة وأخلاق سيئة، أخلاق شياطين وأخلاق بهائم وأخلاق سباع وأخلاق ملائكة فيك أنت يا ولد الصغير، كما ذا قاعد في الأرض أنت فيك أشياء كثيرة كبيرة، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. وجعل الله فيك مثال من كل الموجودات، إذا نظر أنه خلق جبال صلبة وخلق شيء قوي، خلق لك عظام وسط جسدك صلبة عكي صلابة هذا، وإذا نظرت أنه خلق مياه وبحار صلح لك دمع وصلح لك عرق وصلح لك ريق وأي شيء في العالم العلوي والسفلي في معنى فيك موجود منه. الله، انتبه، عظم صانعك وعرف قدر صنعتك. هذا صنعة ماشي تصنعها مصانع شرق ولا غرب، هذه صناعة رب المشارق والمغارب جل جلال. عظم صنعتك، عظم صانعك، عرف قدر الصنعة. يقول أخلاق الشياطين حصلها فيك، فإما تأخذها وإما ترفضها، وأخلاق البهائم كذلك، وأخلاق السباع الضارية كذلك، وأخلاق الملائكة المقربين فيك، إما تأخذها وتفعلها وتمشي عليها، وإلا تقتلها عند فيك وتموتها وتغفلها وتتركها. يقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يقول فأعمال الأكل والشرب والنوم والنكاح من أخلاق البهائم، يعني الشيء المخصوص المميز به البهائم. أعمال الغضب ضرب وقتل وخصوم أخلاق سباع. أعمال النفس من المكر والحيلة الخديعة حق الشياطين، أعمال الشياطين، أخلاق الرحمة العلم الخير أخلاق الملائكة، أخلاق الملائكة. فالحين روح مع أي صنف تبغى في خيط يوصلك بهم، إن بغيت مع ذولا وإن بغيت مع ذولا، إن تريد تعيش بهيمة وإن تريد تعيش سبع وإن تريد تعيش شيطان وإن تريد تعيش كالملائكة، كل وسطك حبال وحقه عندك، تمسك ذا الحبل يوصلك لهنا وذا يوصلك لهنا وذا يوصلك لهنا. فإذا ما لك همة إلا الأكل والشرب والنوم والجماع والملبس والمسكن، واحد من البهائم تفضل يا بهيمة، يا بهيمة ما عرفت القيمة، خلقت لي أمر عظيم وصلحت لي كما خنزير، رجعت كما خنزير. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت مقامك فوق خنزير، إيش هذا همتك؟ قاعد يتبع الشهوات والقدرات معنا دد طول عمره، لا حول ولا بالله. والثاني صلح أخلاق السبع، عيونه تفزع وكلامه شديد، وأهل بيته تعبانين منه بدأني، وعياله ينتفضون منه، وجيرانه حذرين من شره، ويكذب ويخدع ويغش ويمكر. يا شيطان، ما أنت إنسان، جاء صاحب إبليس، بعد القدر الرفيع رجعت خسيس، شيطان من الشياطين، صاحب مكر وخير، أو سبع من السباع يعيش. فلا تعيش سبع ولا بهيمة ولا شيطان، رحمة شفقة وإحسان وخدمة وبشاشة وأمانة. الله أكبر، يا ملك من الملائكة، تعال أنت رفيق الملأ الأعلى. بقول لك الملأ الأعلى يخدمك،
إيش الكرامة؟ ده اللي يعصون، لا يعصون الله ما أمره فأمرون، هم يخدمونك وأنت في الدنيا يحفظ عليك، وأنت في عند الموت مبشرين لك، وأنت في الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. عجيب، تجي بنية صالحة لمجالس ملتقى وإلى مجالس علم وخير في مسجد في معهد في صحراء في مكان، والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الله، صرت مثل الملائكة، وأمر الرب أن الملائكة تخدمك وتضع أجنحتها لك. اسمع، حتى اللي ما يخرجون للأرض ولا يمشون معنا في الأرض من الملائكة يذكرون الطيبين، هؤلاء من هؤلاء الناس اللي يشبهون الملائكة، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويحق لهم ذلك ربهم. لكن قال ويستغفرون الذين آمنوا. هم هم عندنا جاء في الأرض جالسين ولا 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 هم حول أوساخ الأرض ولا قدرت لما في فوق هناك بعدين يذكرون هؤلاء. يستغفرون للذين آمنوا. عجيب يا رب، حتى حملت عرشك تجعلهم ذاكرين لهؤلاء الناس الطيبين في الأرض. أيوه. قال خذ نموذج بعطيك مما تقول الملائكة لهؤلاء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك. هذول اللي قوموا الغضب وقوموا الشهوة من أجلك، خرجوا عن وساوس النفس ورعناتها، اغفر لهم يا رب. ربنا اغفر لهم فاغفر تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا ادخلهم جنات عدن. شوف قاعدين يدعون لك هناك، انت هنا في على ظهر الارض استقيم والدعاء لك من فوق، الذين يحملون العرش ومن حوله ادخلهم جنات عدن يعدتهم. بعدين يقول ايضا الاسر اللي معهم ومن صلح من ابائهم ازواجهم ذرياتهم. يلا شوف كيف هو مذكور، وأزواجه وذريته وأولاده مذكور هناك من قبل حملة العرش، وهو إنسان يأكل ويشرب وينام مع بشر. لكن إيش الكرامة دي؟ الله أراد يكرمنا، الله أراد يكرمنا، فمن حقنا نعظم هذا الإله ونرضي هذا الإله ونطلب رضا هذا الإله ونسترضيه بالاستقامة. قال لك هذه أربع أجناس عندك والحق بالذي تريد. ويذكر لك الآن في هذا الفصل كلام عجيب، قال إيش الذي اجتمع باطنك؟ أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. فصل في الأخلاق الحسنة والأخلاق القبيحة. واعلم أن في جلد ابن آدم أربعة أشياء: الكلب والخنزير والشيطان والملك. والكلب مذموم في صفاته وليس بمذموم في صورته، وكذلك الشيطان. والملائكة ذمهم ومدحهم في صفاتهم وليس ذلك في صورهم وخلقهم، وكذلك الخنزير مذموم في صفاته وليس بمذموم في خلقته. وقد أمر ابن آدم بأن يكشف ظلم الجهل بنور العلم خوفا من الفتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من أحد إلا وله شيطان، ولي شيطان، وأن الله قد أعانني على شيطاني حتى أسلم. وكذلك الشهوة والغضب ينبغي أن يكونا تحت يد العقل، فلا يفعل شيئا إلا بأمره، فإن فعل ذلك صح له حسن الأخلاق، وهي صفات الملائكة، وهي بذرة السعادة. وأن عمل بخلاف ذلك فخدم الشهوة والغضب صح له الأخلاق القبيحة، وهي صفات الشياطين، وهي بذرة الشقاوة، فيتبين له في نومه كأنه قائم مشدود الوسط، يخدم الكلب والخنزير، وكأن مثله كمثل رجل مسلم يأخذ رجالا مسلمين يحبسهم عند كافرين. فكيف يكون حالك يوم القيامة إذا حبست الملك وهو العقل تحت يد الشهوة والغضب وهما الكلب والخنزير؟ لا إله إلا الله. فكأن وسط إهابك وجلدك يا ابن آدم كلب وخنزير وشيطان وملك، فانتبه من هذا الحين كيف تعمل.
قال عندك الكلب وهو الغضب، وعندك الخنزير وهو الشهوة، وعندك الشيطان وهو استخدام العقل في المكر والحيل، وعندك ملك يدبرها وهو القلب. لا تقوم تضرب الملك مسكين، تصلح انقلاب خبيث عليه، وتجيبه وتسلط عليه الكلب وتفك الخنزير حقك يلوغ فيه، والكلب ينبح عليه وينهشه مسكين وتخليه مقهور، وتسخر العقل بدل ما يقودها ينفذ أوامرها. إيش يا شهوة تريدين؟ ما رح طيب هذا تتوصلين إليها بحيلة كذا وهذا بحيلة كذا. إيش يا غضب تريد؟ أريد أنتقم من فلان هذا، تصفية صفي. وأريد هذا فلان ما عاد يحل في المكان هذا، وهذا يخرج من وظيفتنا ما يجلس ولا يوم، وهذا تعال يا عقل نفذ، بدل ما يقول قد رتب قوم يقول له نفذ. وإن الملك مقهور وإن الكلب والخنزير متعفرتات، يلعب. هذه مملكة فاسدة، هذا إنسان فاسد، هذا إنسان فاسد يحكم القلب والغضب الذي هو الكلب والشهوة الذي الخنزير يحكمها في الملك. طيب فكيف لو واحد قال جاب مسلمين وحطهم تحت أيدي كفار تحكمون فيهم، وإذا جاب القلب المسلم الروح والعقل وقالها أنت يا كافر يا غضب يا كلب يا تصرفوا فيهم توكم عليكم، يقال وضبوهم اللي قالوا هذا، والعياذ بالله تعالى. الله يدفع عنا شر النفس والهوى والشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. فصل. وعلم أن الإنسان في صورة ابن آدم اليوم، وغدا تنكشف له المعاني فتكون الصور في معنى المعاني. فأما الذي غلب عليه الغضب فيقوم في صورة الكلب، وأما الذي غلب عليه الشهوة فيقوم في صورة الخنزير، لأن الصور تابعة للمعاني. وإنما يبصر النائم في نومه ما صح في باطنه، وإنما عرفت أن الإنسان في باطنه هذه الأربعة، فيجب أن يراقب حركاته وسكناته ويعرف من أي الأربعة هو، فإن صفاته تحصل في قلبه وتبقى معه إلى يوم القيامة، وإن بقي من جملة الباقيات الصالحات شيء فهو بذر السعادة، وإن بقي معه غير ذلك فهو بذر الشقاء. وابن آدم لا ينفك ولا ينفصل عن حركة أو سكون، وقلبه مثل الزجاج، وأخلاق السوء كالدخان والظلمة، فإذا وصل إليه ذلك أظلم عليه طريق السعادة، وأخلاق الحسن كالنور والضوء، فإذا وصل إلى القلب طهره من ظلم المعاصي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها. والقلب إما مضيء أو مظلم، ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تخزن يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال نحن اليوم نعيش في الدنيا كل بصورته هذه اللي خلق الله عليها، لكن صفاته إما قلب وإلا خنزير وإلا سبوع وإلا أي نوع من الأنواع بحسب الصفات. قال اصبر، هذه الحقيقة وإن سترت اليوم عند أكثر الناس هي ظاهرة في القيامة، كما هي أيضا في الدنيا لأرباب البصائر ظاهرة. وإذا انكشفت سريرة العارف والولي صار يرى الناس في صور صفاتهم، وفي هذا المقام يهرع عامة الأولياء إذا حصل له شيء من هذا إلى الرب أن يستر هذا عنه، حتى يستطيع يعايش الناس ويكلمهم ويداخلهم ويعاملهم ويجلس بينهم، لأنه يصعب عليه بعدين حتى يجي إلى مسجد وهو يستشعر بشوف بباطنه كلب جنبه هنا
تبع جنبه هنا كيف حتى بيصلي وبيحضر قلبه، فيسألون الحق يستر عنه هذا ويستر عنهم مساوي العباد، وحصل لكثير منهم مثل ذلك، ولجأوا إلى شيوخهم وتبرعوا إلى ربهم فستر عنهم ذلك حتى استطاعوا أن يعيشوا بين الناس. فإذا جاءت القيامة خلاص ما عادش ستارة، الحين تشوفوا قلب لكن ذا الوجه كما اللي كنت تعرفه ذاك في الدنيا، الحين هذا من هذا؟ هو قلب ولا فلان بن فلان اللي كنت تعرفه؟ هو ذا فلان اللي كنت تعرفه، كأنه كذا هو كان في الدنيا كذا حقيقته. فاليوم ظهور الحقائق ذاك اليوم، لا إله إلا الله. وأنذرهم يوم الحسرة قضي الأمر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الله يسرنا بستره الجميل. ويحشر الناس هذا في صورة سبع وهذا في صورة خنزير وهذا في صورة كلب، وهو فلان بن فلان، شوف الملامة حقه، الحين هذا من هذا؟ فلان ده إذا كان وكان عندنا في الدنيا ولا جهد، من هو هذا؟ هو ذاك، هو بحسب حقيقته، ويظهرون بحقائقهم والعياذ بالله تعالى، عسى ستر الله الجميل. ويحشرنا في زمرة الصالحين، زمرة المقربين والأخيار الأتقياء العارفين. قال من غلب عليه الغضب يقوم يوم القيامة في صورة كلب، من غلبت عليه الشهوة يقوم في صورة خنزير، لأن الصور تابعة للمعاني. قالوا فلهذا في النوم تحصل من يرى مثل هذه الأشياء، لأنه قد تنكشف بعض الحقائق في النوم. قالوا إيش رأيك لو حصلت إنسان قدام كلب يسجد له ويعدمه قدام خنزير، إيش تقول؟ هذا عيب عليك. قال انتبه ليكون حالك أنت كذلك، ها؟ قاعد منفذ لأمر الشهوة والغضب، ولكن انت كما هذا انسان راح قدام الخنزير راح قدام الكلب يسجد له ويخضع له، هذا قال لو انكشفت لك الحقيقه رايت نفسك مثل امام خنزير او امام كلب قاعد تسجد لهم وتعبدهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلكن الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه عند الغضب. ولهذا قال بعض الصالحين ينبه بعض الملوك ويقول له أنت معبودكم تحت قدمي، يقول ليش هذا؟ إذا زندك قال لا أنت تعبد الهوى، قال والشهوة إيه؟ أنت تعبد الهوى والشهوة، هذا تحت قدمي أنا قد حطيتها تحت، أنت تعبد الهوى والشهوة. وهكذا قال أريت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله. علم الله يسلمنا ويحفظنا أجمعين إن شاء الله. ويجعلنا من عباد الرحمن الذين ليس للشيطان عليهم سلطان. وصل الحال كما سمعتم في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن سيدنا عمر يفرق الشيطان من ظله، يقول لك وأخلاق الحسن من الطاعة والبر والتواضع وتقديم الخدمة للناس حتى الحيوان ومثال ذلك لها نور يضيء به القلب وتندفع عنه ظلمة الذنوب والمعاصي والآفات وأتبع السير حتى تمحوها. وأخلاق السيئة لها ظلمة وكدورة تكدر القلب، فإذا توالت على القلب الصفات السيئة والأخلاق السيئة زاد الكدر والظلمة حتى يطبع عليها الران، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالله ينور قلوبنا ويطهرها ويصفيها ويجعلنا من الذين سبقت لهم منه الحسنى وختم لهم بها في عافية يا أرحم الراحمين. ضابط التوسط في تعاطي الشهوات المباحة بحيث تفزع منه مفرط أو مفرط. أول حد وأول خطوة أن لا يرضى بها من شبهة، وأن لا يضيع بسببها فضيلة. واحد، هذا أول حد. بعد ذلك هم درجات عند الله والله بصير بما يعمل، لكن هذا حدها الأول. لا ترتضي بهذه الشهوة من شبهة فضلا عن حرام، ولا تفوت بها فضيلة. هذا أول حد للتوسط. وبعده لهم درجات بعد ذلك. يقول بعض الناس يتوفر له نصيب من قوة العلم ولكنه يقع في المعاصي والغفلة مع كره لها، فرق بين مع كره لها ومع رضا. أما الذي يرضى ويتساهل بالوقوع في الذنوب
فكل ما حصل له من صورة العلم فجسم لا روح فيه وصورة لا حقيقة لها. وإلا إيش من قلب عند الكمبيوتر يحفظ كم من كتاب؟ في عنده روح صافية وقلب ولا إيش عنده؟ لا، جماد من الجمادات. وكذلك قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهذا ما عنده حقيقة العلم يمكن. أما الذي يكون كارها للذنوب وتائبا منها فبقي عنده أثر من نور العلم، يرجى إذا قوي أن تنحل عنه عقدة الإصرار وينحل عنه ورطة المواصلة للذنوب والمعاصي. وإنما يكون اضمحلال أثرها ونسيانها وشرها من القلوب بغلبة سلطان الذكر. غلبة سلطان الذكر، اذكر الله بقلب حاضر واحضر وداوم وواضب واستمر حتى يغلب سلطان الذكر على قلبك وعقلك، انك تنمحي كل صور الشر تتلاشى. لهذا يوصون من كان يخطر عليه خاطر سوء يرفع رأسه نحو السماء يكرر اسم الجلالة الله، تعظيم مع مد الله وسكون له، تحترق الخواطر السيئة، تحترق بها الخواطر. وبسلطان الذكر إذا ما تولعت بالحق ورسوله ولعه، فالصور المخبوطة موجودة وسط قلبك إلى أن تتولع بالله ورسوله ولعه، تعشقهم عشقة، يحل نور الذكر، وهذه ولا عاد يبقى لها أثر. مثل الشمس إذا أشرقت هل سعد يبقى للظل أثر ولا كان أثر؟ خلاص يعني تنمحي الظلمة تزول. وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج. ولما شكى بعض الصحابة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم شيء وجدوا في صدره وسواس، قال عرف ما في وجهه، رفع يده فوضعها على صدري، قال فكأني أرى ربي، فكأني أرى ربي، خلاص ما عاد بقي أي أثر. الله يكرمنا وإياكم بالقربة ويجعلنا في الأحبة ويسقينا من أحلى شربة في لطف وعافية. جزاكم الله خير، تقبل الله الدعوات وعجل الإجابات في عافيات، وأصلح أحوال المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، والمزاورة اللي ذكرتها إلى الممات، وبعد الممات إن شاء الله نتزاور في البرازخ ونتزاور في الجنة مع الذين أنعم الله عليهم من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. سر الفاتحة إلى حضرة النبي.